في هذه الرواية يوجد صوت، صوت يروي الأشياء كما لو كانت حفنة تراب تتسرب من بين أصابع اللغة مثل خسارة دائمة ومتجددة. الخسارة هي محرك هذه الرواية. نائل بن سالم يفقد كل شيء، يفقد الأشياء قبل أن يكسبها، ويفقد حتى فقده لها، حتى حياته يفقدها مرتين. ليصنع في سياق حبكة الرواية علاقة تأملية عميقة مع ذلك المكان الذي يأوي جسدنا في آخر محطة في حياتنا، ذلك المكان الذي يربط الأرض بالسماء. الشراسة هي أيضا أحد محركات هذه الرواية. الشراسة كعلامة توجه دلالات النص إلى البهاء الخاص بالصحراء، ذلك النوع من البهاء الذي يلف الأشياء لحظة انخراطها في اللامعنى والعبثية، كما هو الحال في وصف الرقصة النيلية التي تقع في منطقة تشبه الخيال. هذه الرقصة داخل الرواية تؤديها امرأة فرنسية محمومة بحب الصحراء، وهي التي تلهم أدريان الفرنسية الثانية التي تذهب في مغامرة البحث عن الذات أثناء رحلتها إلى بوسعادة، حيث تلتقي بمعنى مختلف للأشياء، وحيث الإنسان هو قيمة لا تخضع للمزايدة. القوى التي تتحكم في هذه الرواية هي قوى خفية مرتبطة بالكرامات واللعنة والسحر وبتعويذات نانا الضوية التي تمثل الفاعلة الخفية والأساسية داخل الرواية. الموت والحياة داخل هذه الرواية يعيشان جنبا إلى جنب، يحبان بعضهما لدرجة التماهي والحلول. فالموت هو الحياة، والحياة هي الموت، والبرزخ هو المكان الوحيد الذي تبرز فيه الأشياء كما لو كانت جسدا حقيقيا ومضيئا مثل نجمة في ليل لا ينتهي. نائل هو صوت مبحوح ومفتون بالمحبة، يحب رمل بوسعادة مدينته وألوانه المتداخلة، يحب صمت والده المزمن، ويحب خضرة عيني والدته، يحب كرهه للأشخاص الذين لا معنى لهم مثل الذين يتحلقون ببلاهة حول دكان صباغة الصوف، يحب اللامعنى الذي يحف حياته، ويحب ذلك القرف الذي يشعر به كلما اضطر للمشي في الوادي النازل من ربوة بيتهم إلى مكان ما. دائما الطرق تؤدي إلى مكان ما، والمكان الذي ذهبت إليه طريق نائل هو الموت، الموت مرتين.